مزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو البرلمان النائب مشعان الجبوري. مرحبا سيد الجبوري. مرحبا، كيف الحال؟ كيف تقرؤون أعلن السعودية تشكيل تحالف إسلامي ضد الإرهاب، خصوصا وأن المنطقة تشهد زحمة تحالفات دولية؟ اكو مثل سعدي يقول اذا سلمت من عيد ما يجيها من بعيد. هي لو خلصانه من السعوديه احنا بخير، يعني كما يعلم الجميع ولا اقول من ذاتي، كل الكوارث الارهاب هي منبتها السعوديه. من فجر نيويورك وبدا معركه الارهاب غير السعوديه؟ من درب القاعده وصنعها لمقاتله خلينا نقول الروس في أفغانستان غير السعودية؟ من أفتى بالجهاد غير السعودية؟ أفتى بالجهاد في قتل المخالف في الدين والمذهب. من كفر الناس؟ بأي جامعات يدرس الإرهاب غير الجامعات السعودية؟ سيد الجبوري، سيد الجبوري، لكن السعودية ليست وحدها. السعودية كونت تحالف من 30 دولة، يعني إذا السعودية كما تفضلت بأنها الراعي للإرهاب، كيف ال29 دولة أو 34 دولة؟ أولا دولة إنتاجها النفطي يوميا 12 مليون برميل نفط، وشعبها جائع، جزء كبير من شعبها جائع وفقير وبالخيم، وتغرق بالأمطار كما تغرق بغداد على أكثر. هذا يعني أن الأموال مخصصة لمشاريع الإرهاب وللكسب السياسي وللاستقطاب. وهسه لو تروح تدقق باسماء هذه الدول، بعضها اجى يقاتل مع الارهاب السعودي في اليمن حاليا. من اين جاءنا الانتحاريين؟ من اين جاءتنا داعش؟ اليس من السعوديين ومال السعوديين؟ شوف من هم ضحايا الحرب في سوريا؟ من الذين يفجرون العمليات الانتحاريه على قواتنا وبين شعبنا؟ من هم الذين يزعمون انهم الان واحد والي واحد قائد واحد مدري منه، ابو عمر المدري منه، ابو فلان المدري منه؟ كلهم سيد مشعان، لو سمحت بعض هاي 29 دولة المجتمعين وياهم. لو سمحت لي، لماذا نصورها هكذا؟ لماذا لا نصورها بأنه تحالف عربي يريد إعادة مكانة العرب إلى وضعها الطبيعي، وبالخصوص العراق، سيما أن اتحاد القوى داعم لهذا التحالف؟ أولا، من يريد العزة للعرب لا يقتل أطفال اليمن، ولا يقصف الناس بالصواريخ والطائرات، ولم يفتت ليبيا ويحولها إلى دويلات وإمارات حرب، ولا يتآمر على مصر، ولا يدمر الشعب السوري ويحول هاي الدولة العظيمة التي حافظت على استقلالها عبر آلاف السنين. هذه الدولة أقدم المدن المأهولة بالسكان هي دمشق وحلب. حلب دمرها الإرهاب السعودي. لولا السيسي أيضا لمصر راحت وانجرفت، واستطاع أن ينقذها ممن كانت تمولهم. أنا أعتقد أن السعودية لا يمكن أن تكون ولا تمتلك القدرة أن تقاتل الإرهاب، لأنها تعتمد في الدولة على المنهج الوهابي الذي يجيز قتل الناس عندما تختلف معهم مذهبيا أو طائفيا أو دينيا. أنا عندي كتب وموجودة على صفحتي في الفيسبوك تدرس في الجامعات السعودية وتطبعها وزارة التعليم السعودية، تجيز التفجيرات الانتحارية وتدعو لها في القطارات والطائرات وإلى آخره، لإرهاب الناس إن كانوا يختلفون معك، إن كانوا صابئة أو يزيديين أو مسيحيين أو شيعة أو إلى آخره. فدولة تعتمد هذه الثقافة وهذا النهج، كيف يمكنها أن تقاتل الإرهاب؟ هذه أكثر من بدعة. هم يعرفون، العالم التفت إلى أن مصدر الإرهاب وعقيدة الإرهاب انطلق من السعودية، ولم يعد الأمر مسكوت عليه، ولذلك جمعوا هذه الدول التي تسبح في فلك السعودية، ولها بعضها ينتظر خبزها ومساعداتها، والبعض الآخر ينتظر دعمها. سيد الجبوري، ولذلك ذهبوا مع السعودية في هذا الأمر. نحن بحسب علمكم، يعني لو سمحت لي، لو سمحت لي سيد الجبوري، أن ينضموا إلى قواتنا في مقاتلة داعش. يعني بحسب علمكم، هل تمت دعوة العراق للمشاركة في هذا التحالف؟
يعني لا أعتقد هم يمتلكون الجرأة لدعوة العراق، لأن المزاج العام في الشارع العراقي مدرك بأن السعودية وراء الإرهاب ووراء القتل في المنطقة، ونحن نقاتل الإرهاب الذي تموله السعودية وكل أئمته من السعودية. يعني شلون يدافعون هم؟ هو الغاية من هذا التحالف الدفاع عن العراق وسوريا، يعني يدافعون عن العراق رغما عنه إذا هو ما موافق، شلون يكونون حشد الدفاع عنه؟ هم يكذبون في الحقيقة. شوف أقول لك، وفليعلم الشعب العراقي، هذولا يريدون يدخلوا علينا جيوش بحجة مكافحة الإرهاب حتى يقسموا بلادنا. هم يريدون إقامة دول طائفية، ويريدون دولة طائفية سنية بين سوريا والعراق، خلينا نقول تمتد من حلب إلى أطراف بغداد. هذا هو حقيقة المشروع، وهذا يتبناه بعض النواب الذين جلسوا في عمان وشكلوا لجنة التنسيق ما بعرف إيش المحافظات السنية، وهذا يروج له بعض السياسيين في بغداد، وهذا ما تتبناه أربيل، لأن أربيل تعتقد إن الطريقة الوحيدة لابتلاع المناطق المتنازع عليها وأكثر من ذلك كركوك وسهل نينوى وآخره عندما تقام دولة سنية ضعيفة هي تستضيف قادتها وزعمائها. ولكن العراق الموحد، عرب العراق إن اتحدوا هي لا تستطيع أن تنتزع كركوك ولا تأخذ طوز خرماته ولا تأخذ سهل نينوى. هذا مشروع طائفي يصب بذات النهج السعودي. السعودية عندما قاتلتنا بفكرها الوهابي وبالانتحاريين، اليوم عندما فشل هذا المشروع وهزمناهم من أسوار بغداد ووصلنا الآن إلى أطراف الشرقاط وذاهبين إلى الموصل، هم الآن يريدون أن يسوقوا علينا مشروع بإطار آخر، يريدوا أن يمنعوا علينا أن نحرر محافظة نينوى. واليوم أيضا الاتحاد الروسي السوري الإيراني سيهزم داعش في حلب وفي الرقة، فهم الآن يريدون أن يدخلوا على الخط. هذا محمد بن سلمان، هذا الفتى المتهور اللي جاي سايقها ويعتقد أنه يريد يتحول إلى فارس الأمة. طيب سيد الجبوري، بعد هذا الكلام والوصف، يعني وصفت أكثر من جهة سياسية مشتركة بالحكومة العراقية بأنها متورطة لتقسيم العراق، ما المطلوب من الحكومة العراقية في ظل زحمة هذه التحالفات؟ وهل يمكن القبول بسياسة النائب النفس ورفض الاصطفافات؟ يعني المؤسف أن الحكومة ضعيفة جدا، وضعف الزائد في هذه الحكومة أن التحالف الوطني منقسم في موقفه من الحكومة، ولذلك الحكومة تتكئ وتعتمد على الأكراد في دعمها وعلى الطائفيين أصحاب المشروع الأقلمة، وإذا انسحب هؤلاء وهي لا تمثل وحدة الموقف في التحالف الوطني، فأنا أعتقد إنها في وضع بالغ الصعوبة، والبلاد في خطر ووحدة البلاد في خطر، وأعدائنا يتحدون ونحن شتى، نتآمر على بعضنا من أجل هذا العقد أو ذاك، من أجل هذا الوزير أو ذاك المدير العام، من أجل هذا المنصب نسقط مؤسساتنا، نتآمر على بعضنا، فيما أعدائنا المتمثلين بالسعودية زعيمة مشروع الإرهاب تستطيع أن تجمع الدول حولنا. نحن لا نملك الإرادة السياسية لحد الآن لأن نقول للروس تعالوا اضربوا الدواعش لتساعدونا على دحرهم، بسبب الضغوط الأمريكية وخوفنا من بعض تحالفاتنا. فيما السعودية وأمريكا عن بعيد بالريموت كنترول يشغلهم بايدن، الآن يريدون أن يجمعوا علينا من أرسلوا علينا القتل والإرهاب والإرهابيين بحجة أنهم يريدون أن يساعدوننا. نحن في وضع صعب ومعقد جدا. نحن كشعب عراقي في وضع صعب. أشكرك شكرا جزيلا عضو البرلمان النائب مشعان الجبوري، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك.